مشاهدي قناة باستارز، أسعد الله أوقاتكم أينما كنتم. الهاكر الجزائري حمزة بن دلاج يعود لأرض الوطن بعد قضائه 11 سجن في أمريكا. تم الإفراج عنه، وقد كان أول من استقبله مغني الراب ديدين كانونسيز، كما استقبلته خطيبته التي انتظرت خروجه من السجن بفارغ الصبر لمدة 11 سنة. لعرض إعلاناتكم على باقة باستارز، تواصلوا معنا عبر البريد الإلكتروني وتطبيق الانستغرام، وتشجيعا لنا اضغطوا على زر الإعجاب واشتركوا في باستارز على مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، تيك توك، انستغرام.